فاهمين، ما يمكنش التلميذ عنده 5 سنين حتى 10 سنين انك تصيفطو في الصباح كل واحد ملي كيخرج، حيت كاين ماشي غير الترونسبور، كاين حتى يخرج على رجلو، راه الدواوير بعيده على الطريق الرئيسيه ملي كيدوز النقل المدرسي، خصهم يجيو على رجل على الاقدام. والدي ديالنا راه ما كنرتاحوش من جهتهم، تنخافوا عليهم، ماشيين غير في الغابه، كاين الحلو تيخرج بالنهار، كاين الثعلب، كاين الديب، جميع الانواع ديال الحيوانات مربين عندنا في هذه الغابه هذه. وكانت البلاد شي شويه ولا واحد القوري كان شد هنا ودار هنا المحميه، جاب الحيوان من كل منطقه نزلوه هنا، ولا دار فيط من ذاك المحميه، بقى ذاك الحيوان تورط علينا بزايد هنا في هذه المنطقه هذه. كاين اللي عنده 3 دراري 4 دراري كيفاش غادي يدير؟ انه مسؤوليه كبيره انه باش يتحمل المصاريف ديال الناقل. المهم كنطالب بلولدي يرجع لي يقرا، ما لقيتش فين نكري في هرمو، ما عنديش باش غادي نكري. الابناء منطقه قبيله بني زهنا هو تحقير لنا، لانه ما يمكنش ان 4 الفرعيات غيتسدوا في المنطقه ديال قبيله بني زهنا وما يكونش تحقير. ما كنوصلوش تقريبا في الوقت، ما كنت عطلوا على موالين الدار، ما كان رجعوا حتى العشيه، ما كان معطلين. سميتي الربح جمال، الرئيس ديال تلميذ بوملول في المنطقه بني سوحان تابعه لجماعه غزران، وبصفتي عضو في هذا المجتمع المدني اللي كنشتغلوا هنايا على تسميه المنطقه، وفرض من اعضاء هذه المنطقه ومسقط راسي هنايا، احنا دخلنا في واحد المعاناه. هذه المعاناه انطلقت من 2017، والسبب ديالها هو اغلاق المدرستين فرعيتين اللي كتتواجد مورانا. هذه الفرعيه كتسمى مدرسه بني سوحان، وكاينه مدرسه اخرى تم اغلاقها في نفس السنه كتسمى مدرسه ولاد الميمون على بعد واحد 4 الكيلومتر. وهاد المدارس كانوا كينتميو ليها قبيله بني زهنا كامله اللي فيها اكثر من 10 دواور. هادو منذ الاغلاق تمت المعاناه ديالهم، المعاناه كتجلى في معاناه اقتصاديه لانهم خصهم يعطيو واحد الثمن مقابل النقل المدرسي، اضافه الى ذلك معاناه صحيه كتمثل في ان الاطفال والتلاميذ اللي كيتنقلوا لاكثر من 30 كيلومتر غير في الالي، وفي الروتور على كتوصل حتى 70 كيلومتر، لان كاينه واحد الدوار سميتو البطحه اللي اغلبيه السكان ديالو تعرضوا للمعاناه اللي قبيحه واللي كتدوله اللي كتعمل على محاربتها، والهجره القرويه بقصوى، لان الساكنه هنا تقريبا واحد 50% ديال الساكنه انتقلت لاسباب انعدام المدرسه، المدرسه كانت السبب الرئيسي والمباشر اضافه للطريق والقضية الصحه. فهاد الاسباب ادت الى معاناه هاد الساكنه اللي اليوم كتعبر على الصوت ديالها واللي رشدتنا لهاد المعاناه ديالها، وكندخلوا مع الخط، وراه تمت مراسله الجهات المسؤوله اللي منها المديريه الجهويه للتربيه والتعليم فاس، عقدوا معنا لقاء، ولكن لحد الساعه ما كنشوفوش شي حل جذري ولا شي حاجه ملموسه، يعني كاين عرض الواقع راه غادي تحل هذا المشكل، والحل كيتمثل الحل الواحد هو عوده المدرسه، يعني انشاء ولو مدرسه وحده وسط المنطقه مع ابقاء على وسائل النقل المدرسي اللي تربط ما بين الدواور، كون ان كما قلت لك كاين 10 دواور، كل دوار كيبتعد على الاخر ب 3 كيلومتر 5 7 غادي هكا. والمشقه ديال كتمثل في الصحيه ان معظم الاطفال كيجيو بصداع في الراس مع الام مع القيء وداك الشيء، وعينين حمرين، راه كيخسروا عليهم والديهم الدوايات، انهم ما كيركزوش في الدراسه، والاغلبيه اللي طلعتوا ومشيتوا للقسم غادي تلقاهم كلهم فيه من النعاس والدخان، يعني ما كاينش واحد الجوده باش الكفاءه التندرس يتم في النطاق مزيان. وفي النطاق ديال هذا الشيء الوزاره راه كتشجع التندرس، ولكن حنا ما عندناش ديك التندرس كما جا في الدستور وكما جا في القوانين والعهود الدوليه اللي وثقت عليهم المغرب، ما كناخذوش بكيفيه متكافئه، لان التلميذ ديال المنطقه ديالنا واللي حنايا كنحسوا بالمعاناه ديالهم، وكنوجهوا هذا الخطاب للناس المسؤوله باش تدخل على الخط في اقرب وقت، لان هذا الامر مستعجل، حنا ما كنلمسوش حتى المديريه الاقليميه للتعليم جزاهم الله خير. المهم داروا معنا لقاء، خرجوا لارض الواقع، شافوا المشاكل، طلعوا على الواقع بعينهم، وعبروا على انه فعلا كاين هناك كاين معاناه، لان الطريق كما شفتوا راه الطريق غير معبده، وما كاينش ترونسبور، ما كيتوفرش على الكليمه ولا كذا، وزيد على ذلك ان ناقله وحده غير كافيه لمعظم التلاميذ والدواوير. ومن هنا شفنا ان لا هذا المجهود الجهات المختصه
ما غاداش معنا في الخدمه وما عطاتناش شي راس الخيط انها غادي تقدر تحل المشكل. والمشكل كي كنقولوا دائما انه هو انشاء مدرسه هنا، اما الحلول الاخرى فهي ترقيعيه ولا تاتي اكلها. لهذا كنطالبوا من الجهات المسؤوله والمتدخله في الاقليم وفي الجهه وحتى الوزاره ان شاء الله راه حتى هي المراسله ديالها راه مشات في الطريق، عاد مشات فات الاسبوع باش يشوفوا لنا الحل. الحل الوحيد هو عوده المدرسه لوسط القبيله بني زهنة اللي كتضم اكثر من 10 دواور، وتبقى وسائل النقل المدرسي اللي تربط ما بين هاد الدواور اللي كيكونوا قرابين بالنقطه الوسط، وهاد التلاميذ يستافدوا من النقل والساكنه ترتاح، لان كاين معظم الاسر اللي ولاد ديالهم مع الامهات ديالهم كراو في المجال الحضري اللي هو النقطه ديال المركزيه رباط الخير في احياء عشوائيه، وراه كتعرفوا الاحياء العشوائيه شنو هما الصعوبات اللي فيها وكيفاش كيفاش كتدوز الامور. لهذا فاحنا كنتوجهوا للسلطات كل المتدخلين باش يشوفوا النقطه ديال الحل اللي هي بسيطه بالنسبه لهم اللي عندهم الامكانيات وعندهم كل شيء، ويتم فتح مدرسه ابتدائيه بوسط القبيله اللي تعطي حق لهاد الساكنه. هاد الساكنه مهضومه ومقصيه. لهذا احنا من هذا المنبر وبالشكر للاذاعه اصوات اللي تكلفت المعاناه ودازت من هنايا صدفه ولقات هاد الامور هذه، وكنشكروها وكنتمنوا ان هذا الامر يوصل للمسؤولين باش يجيبوا لنا الحل لهذا الامر. والحل الوحيد والاخير هو المدرسه، راه لو كانوا كانت المدرسه ما يكونوش هذه المعاناه ما تكونش. وشكرا لكم ونتمنى يتحل هذا الشيء ان شاء الله في اقرب وقت. كنيه عكعوك زينب وسميه عكعوك زينب، عندي ثلاثه الدراري وكانوا واحد كان مريض عندي ثلاثه العمليات، ومهم وخرج من المدرسه ما بقاش كيقرا في المدرسه، وهاد المدرسه كانت عامره وخلات، والنيت كانوا بغاو يخرجوه لي من الكار ما بغاوش يخليوه يركب في الكار. علاش ما خلصتي؟ ما عنديش مناش غنخلص. المهم داكشي اللي كان عندي خسرته على ولدي، وعندي كان عندي الدواء غالي وداكشي. المهم كلشي كان عندي، درت جوج سكانيرات وتحليلات بالفلوس، كلشي بالفلوس. كلشي راه عانيت بزاف اخويا، راه عامين وانا كنطلع، والمدارس يرجعوا لبلاصتهم كما كانوا، حيت غادي نكون مرتاحه. ولا انا اللي كنت مقابله هنا المدرسه، انا اللي كنت كنطيب المطعم، انا اللي كنت مقابله كلشي، كنت مرزقه الله على الدراري، حيت عندي وجوج. المهم حتى الولد الصغير كان مريض لي، حتى هو كان مريض لي. المهم كانوا جوج مراضين لي، وفاش وقفت ما لقيت باش غنخلص الكار قالوا لك مواني الكار خصك تبدا تخلص، خصك تخلص الكار ضروري. وانا مشيت عند القايد بينا نخلص الكار، ونيت حتى القايد قال لي تخلص، وانا ما عنديش باش غنخلص الكار، وباقي لدابا كيطلبوا لي الفلوس ديال الولد اللي كان مريض لي. جوجي وراه خدت. المهم راه جوج كانوا مراضين ودابا كيطلبوا لي. دابا البنت كيهبطوا لي من الكار، راه نهار الاثنين عاد ركبها عبد الرحمن اللي ركبها في الكار، الله يكثر خيره ويخلف عليه. ودابا انا كان عاني من هذا الشيء. الكار البنت كتمشي ليه في الطرونسبور، مره كتلحق المدرسه مره ما كتلحقها، كتمشي مع مره كتلحق هنا مره كتلحق الطرونسبور تمشي معاه مره ما كتلحقو، كيجوزوها الدروس كيجوزوها الدروس. هادشي اللي كاين هنا. بغيت بنتي تبدا تمشي، بغيت يردوا عليه تبدا تمشي في الكار وتجي في الكار. انا ما عنديش باش غنخلص اخويا، راه عندي جوج دراري كانوا مرضين لي، وكان الدواء عندي غالي بزاف. وهادشي اللي كنطلب من المسؤولين يديروا، يردوا المدرسه هنايا باش غادي نستقروا هنايا. انا ما عنديش غاديش الولد راه خرج لي من التاسعه، ما عنديش باش غنكري له في رمو. معكم زكريا شيو ندوار بني سوحان. انا قريت هنايا ودازو معانا ديالنا صعيبه وما استفدنا والو من هذا الشيء، واللي داروا عاود ترونسبور زاد المعاناه كثاروا علينا، وسبب عاود درنا عمليه ومن بعد ما درنا العمليات قالوا لي عاود تخلص، وانا كاع ما مشيت في ديك الشهور شي 3 شهور ما مشيت في الكار، وقالوا لك عاود تخلص. بغينا يرجعوا هنا للمدارس وعاود خوتنا الصغار يستافدوا من هذه المدرسه ويكون التعليم زوين هنايا وفي الدوار زوين، وهادشي اللي كنطالبوا به. ما يكونوا فرحانين، حيت بحال اللي عنده يلاه 6 سنين وكيقرا في يلاه التحضيري غايجي زوين، كيوصل للدار بكري ياكل هنايا غاتجيه زوينه. معكم الاخ عبد الغني كرارم، هو من
رئيس جمعية بالصلة للموارد الغابوية والتنمية الفلاحية وعضو أو ممثل ديال جمعية فرنس ماروك للتضامن. أنا اليوم جيت باش نهضر على المعاناة اللي كيعانيوها أبناء المنطقة ديال قبيلة بني زهنة، وهذه المعاناة كتجلى في البعد المسافة اللي هي كاينة في المنطقة ما بين المنطقة ديال قبيلة بني زهنة وغزران اللي هي المدرسة الجماعية اللي كيمشيو لها الأبناء ديالنا. هذه المعاناة هذه هي كبيرة وكبيرة بزاف. حنا صراحة الله علمتنا بزاف، لان حنا ابناء المنطقه وما نقدروش اننا نشوفوا الابناء ديالنا كيتعلموا بهذه الطريقه هذه وكيتعذبوا بهذه الطريقه هذه ونبقاو حنا مثلا ساكتين. لهذا حنا كفاعلين جمعويين وكمجتمع مدني تحركنا في هذا المجال هذا، لانه شفناه ان غيشكل خطر وضرر كبير على الصحه ديال التلاميذ ديالنا والابناء ديال المنطقه ديالنا. المشكل الثاني واللي هو خطير وخطير جدا الابناء ديال المنطقه ديالنا ديال قبيله بني زهنة، واللي هو احنا الصراحه الله كنعانيو فيه معاناه كبيره. نتمنى انكم تفهمونا وتردونا المدرسه ديالنا للمنطقه ديالنا وتضامنوا معنا في هذه القضيه، ويصل الصوت ديالنا لاعلى سلطه في البلاد وهو صاحب الجلاله، لان الدستور ديالنا كيخولنا اننا حنا لابد وممكن الابناء ديالنا يتعلموا في المنطقه احسن تعليم، لان الدستور ديالنا والمواد اللي جا بها كتعطينا اننا تكون عندنا مدرسه مركزيه في المنطقه. لهذا حنا ما كنطلبوش شي حاجه اللي هي صعيبه، هي كنطلبوا مدرسه مركزيه في المنطقه. نتمنوا ان هذا الصوت يوصل لاعلى سلطه في البلاد وهو صاحب الجلاله اللي هو ساهر على التعليم ديال ابناء الشعب ديالو الحبيب وفي المغرب الحبيب. نتمنى اننا حتى حنا نكونوا من هاد الابناء ديال هاد الشعب اللي هما راهم كيتعلموا في احسن تعليم، والابناء ديالنا حنايا كيعانيوا معاناه كبيره. نتمنى انكم تفهموا الكلام ديالنا لاصحاب القرار. هذا الكلام ديالي موجه لاصحاب القرار لا في المنطقه ولا في الاقليم ولا في الجهه، اللي لحد الان انتم ما جاوبتوناش وما عطيتوناش اي جواب على المجهودات اللي كنديروا حنا وعلى الطلبات اللي حطينا لكم وعلى جميع ما حطينا لكم حنايا. نتمنىكم انكم تعطيونا جواب في اقرب وقت ممكن. انا اسمي اخر شوف عياد بن محمد، ساكن بدوار المداول نص عمر، وعندي ثلاثه الولاد كيقراو، ثلاثه التلاميذ، وانا الساكنه ديالي معزوله على الدوار، الواد بيني وبين الدوار، وعندي ثلاثه اللي تيقراو، وفوق الشتوى راه تينوضو مع كتجي التوقيت بكري مع الثمانيه الدخول مع الثمانيه، والدر بدا تنوضو مع ثلاثه الليل، كيجيو جوج سوايع ونص ديال الطريق، وكاين الواد والخناد الا تزاقلو غير واحد جوج دقائق مور التوقيت تيدوز يخليهم تخطاو مع المدرسه ما تيقراوش. شحال من ناقل كاين؟ ناقل واحد كاين. كاين تيهز بعض المرات حتى 84 85 ديال التلاميذ. كيجيو صوبه بحال السردين. والدري اللي تيجيو الدري اللي تتنوض مع الثلاثه د الليل تينوض الناس ما تيشبعوش، والبرد، وتيجي في ذاك الزحام ديال الترونسبور تيوصل للمدرسه ما تبقاش عنده المورا ديال القرايه. المطلوب ديالي كنطلب من المسؤولين غيستجبوا لهذا المدرسه غتولي في المقر ديالها فين كانت من الاول في وسط القبيله شاده اربعه الدواوير. حنا تنطلبوا من المسؤولين المدرسه اللي كانت في بني صوحان غتولي في بلاصتها جاتنا في الوسط. علاش وقفوا داك المدارس؟ وقفوا ما زيد هادشي ما عرفت كيفاش ترجع للجمعيه اللي دارت هادشي من الاول. هاد المده هما موقفين؟ دابا شي نقول لك دابا شي اربع سنين هادي دابا من دي وقف. السبب ما عرفناش. فاش كانوا كيقراو الاولاد ديالكم تما كنتو مرتاحين؟ كنا مرتاحين، الدري تينوض على خاطرو تيمشي تيتلاقى بالوقت ديالو للمدرسه تيقرا وما تنخافوش عليه من القضيه ديال البرد ولا في الظلمه ولا حتى شي حاجه. فاش رجعوا لنا لهذا النقل هذا تنمشيو للمدرسه جماعتي غزران، هانتوما كتشوفوا المسافه شحال من كيلومتر، ولينا في واحد التكرفيس. الام ديال التلميذ كتكرفس، الاب كيتكرفس، التلميذ كيتكرفس. يعني وقتكم كتعطيو للدراري ولادكم اكثر من كنعطيو وقت اكثر من القانون، اكثر من القانون، اكثر من القانون. قول لي بالنسبه للشتاء والبرد كيفاش كتعاملوا مع ولادكم؟ الشتاء والبرد الدري كتنوض لان كتنوضوا بكري خصك تقبطوا مزيان ديروا له بوط على حساب الثلج على حساب الماء الشتاء، وتطمي معاك توصلوا للكار وما مرتاحينش منه في العشاء خصك تلاقي عاوتاني للكار بلا تريك. هذا الشيء غادي خارج في الظلمه وداخل في الظلمه تيبكي، وكاين فيهم اللي خيخ تقول لك با غير خرجني من المدرسه ما خصنيش من هذه القرايه هذه. تيقول لك انا راني مكرفس
قال لك يقول لك انا تنوصل من هنا بارد وتندخل القسم، قال لك كنترعد بالبرد، كيديروا هذا السادس السادس الساعه الجايه هذه دابا هي اللي دارت لنا المشكل. الدري خصك بالنسبه دابا بالنسبه لي انا حاليا بعيد لي الحال، وانتم غتشوفوا فين فين الدار ديالي راه بعيد، راه من المسافه فين كنحطهم الكار الدار ديالي راه على ما يزيد 4 الكيلومتر، وغير الخلا غير الغابه والواد الخنادق راه كنجي انا تنسمح بشغلي في خدمتي، انا كنسمح بشغلي وتنجي مع اولادي ثلاثه الدراري عندي تقراو تنوصلهم الحلوب تيخرج بالنهار، ولادنا ما كنرتاحوش منهم حتى يدخل حتى يدخلوا عندنا المنازل ديالنا، وكنطلبوا من المسؤولين الله ينصر سيدنا والله يعاونوا، كنطلبوا من المسؤولين يستجبوا لهذا الكلام هذا يفكروا فينا حتى حنا ولاد المغرب ولاد سيدنا عيشة الملك. دريس هي من منطقة بني صوحان، دريس هي الفلاحي، هادشي علاش حنايا جينا اليوم باش نهضروا وترجع لينا المدرسة لهنايا، ما كرهناش حنايا لأنها بلادنا زوينة وما خاصها حتى شي حاجة غير المدرسة ترجع ليها، وإن شاء الله يكون خير، وكنتمناو كنتمناو يكون هادشي في حسن الظن ديالنا، وشكرا للجمعية وشكرا للأخ كريم وشكرا للأخ عبد الغني وأخ جمال، كنشكرهم بزاف على هذه المبادرة هذه، وكنتمناو السكينة ديال بني صوحان توقف في جنبهم وتعاونهم ولو غير بكلام زوين وبهضرة مزيانة، كنتمناو هذا الشيء يوصل للمسؤولين ويتعاونوا معنا وترجع لنا المدرسة، هذا الشيء اللي كنتمناو يا ربي إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.